في ظل انتشار بعض الأمراض التي تضر بالثروة الحيوانية، تأتي الحاجة للتحصين الرقمي ضد الأمراض المختلفة. كلمة تحصين يعني أنا بدي مناعة للحيوان ضد الفيروس اللي أنا متوقع إن هو ممكن يجيله، بمعنى بجيب برعة بجيب الفيروس ده في صورة ميتة وأحقنه في الحيوان، بتبقى ليه طريقة ممكن تحت الجلد، واخد بالك، وبيبقى ليه جرعة معينة بحيث اللي هو بياخد فترة من بداية ما بديله الجرعة لحد 21 يوم بيبتدي يتكون أجسام مضادة ضد الفيروس، بحيث لما يجي الفيروس يدخل أو يكون موجود منتشر في أي مكان بيحاول يكون عنده مناعة ضده. كنا بنعمل تحصينات لمرض مرضين خطيرين جدا ومهمين جدا. أول واحد كان اسمه الفوت أند ماوس ديزيز، حمى الفم والقدم، أو بنسميه الحمى القلعية. من اسمها حمى قلعية يعني بتقلع الضفر، الالتهاب بيصيب الحواف بتاع الضفر ويسبب التهاب شديد جدا لدرجة ان هو بيقلع الضفر نفسه، وبالتالي وده بيسبب وفيات كبيرة جدا، وفيات كتيرة في العجول الصغيرة. في مرض تاني بنسميه ريفت فالي فيفر، ودي حمى شديدة جدا جاية من مكان في أفريقيا اسمه ريفت فالي في غانا، وده بيسبب برضو وفيات شديدة جدا في الحيوانات وبيسبب خسائر كبيرة جدا في الاقتصاد القومي. أمراض مختلفة تصيب المواشي والأغنام يواجهها المربي الذي يرى تقصيرا من الدولة تجاهها. أول عصون المواشي دي بتقعدها في مكان ظل في الصيف وهادي خالص كده، ما يكونش جو حر ولا شمس، ولا تسقيها مياه سخنة ولا مياه برد، عادي خالص. وبعد كده تحط لها العلب بالليل والصبح برسيم. المرض اللي بيجي مثلا سخنية، مغص، واخد بالك، بيجي للحاجة في بطنها، فبتديله بقى العلاج اللي هو ايه بيمشي معاه ان يصحي بطنه وكده. والحقن بقى اللي هي اللي ايه المكتوبة، دي واحدة صحية. الدكاترة اصلا ملهمش لازم، الدكاترة بيجي يدفعوك فلوس وخلاص ولا يدوكش النهاية، وما مش عارف يجيبوا الدواء يبيعوه ولا يودوه فين ما نعرفوش، ما بنودوهاش يعني ولا هنا ولا هنا، ما فيش حاجة يعني الحمد لله ما فيش، لا ما فيش أي حاجة. طبعا ما حدش بمهتم بينا خالص، عشان نطعم حاجة لازم نجيبها الوحدة الصحية، كل ده بالفلوس يعني، عشان أنا أطعم ما فيش حاجة مجاني، المفروض ده كل ده على حساب الدولة. الوحدات البيطرية قد تكون غير مثالية، لكنها تحاول توعية الفلاح لأهمية التحصين.